أهلا بكم، حلقة جديدة من برنامج سما بريس، نستعرض فيها أبرز الأخبار التي حملتها أوراق الصحف الصادرة لليوم، والبداية دائما بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. البداية ما فقط بالخط العريض، ونستهلها بما حملته الصحافة السورية لنقرأ من الثورة التي عنونت استشهاد 10 عسكريين وجرح 9 آخرين جراء استهداف إرهابيين حافلة مبيت عسكري في ريف حلب الغربي. كذلك كتبت الرئيس الأسد يقدم التعازي لقادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. أما عربيا اخترنا لكم البناء اللبنانية التي عنونت لليوم قوات الاحتلال تعتدي على مشيعي الشهيد أبو عاقلة في القدس المحتلة، وكمين لسرايا القدس في مخيم جنين يصرع ضابطا صهيونيا. وكتبت لليوم عبد اللهيان التواصل لاتفاق مع القوى الكبرى رهن بالتزام واشنطن بتعهداتها. ومن البناء إلى الشروق التونسية التي عنونت لليوم تقييم تطور الواقع الوبائي في تونس خلال الاجتماع الدوري لوزارة الصحة. وألمانيا القبض على شخص طعن 5 أشخاص بسلاح أبيض داخل قطار. وفي جولة سريعة في الصحافة الأجنبية نقرأ من واشنطن بوست، روسيا تحقق أرباحا هائلة من بيع النفط رغم العقوبات. ذا نيويورك تايمز عنونت لليوم لجنة التحقيقات الخاصة في الهجوم على الكونغرس تستدعي 5 نواب جمهوريين للشهادة بعد رفضهم التعاون. الجارديان كان عنوانها العريض، الأمريكيون يفضلون تجاهل الوفيات اليومية المتزايدة بكوفيد 19. وأخيرا لموند الفرنسية، وزير خارجية فرنسا ونجله مطلوبان في مالي بتهم الفساد. ومن السياسة إلى الرياضة وعناوينها، حيث عنونت صحيفة ماركا لليوم من سيدرب أتلتيكو مدريد بعد تأكد رحيم سيميوني، وخمسة لاعبون اقترحهم برشلونة على نابولي لإجراء صفقة تبادلية مع كوليا بالي. كوريالي ديلو سبورت كتبت لليوم، لياو يواصل التألق مع الميلان والتاريخ يبتسم لروما قبل مواجهة فينزينيا. استثمار أوروبي بمعاناة السوريين، عنوان مقال نشرته صحيفة تشرين المحلية، وجاء فيه منذ سنوات والدولة السورية ومعها الأصدقاء والحلفاء يحاولون بكل ما لديهم من إمكانات إعادة اللاجئين في دول اللجوء إلى سوريا، ويقدمون وسائط النقل المجانية والمساعدات المادية والمعنوية، ويستضيفون من تهدمت بيوتهم في مراكز إيواء تتوافر فيها كل مستلزمات الحياة. لكن تلك الجهود تصطدم بعرقلة واضحة من منظومة التآمر والعدوان ومن بعض الدول المستضيفة لهم لغاية في نفس يعقوب. ومن هنا يمكن النظر في مؤتمر بروكسل الذي ادعى بأنه أمن 7 مليارات و6 ملايين دولار لمساعدة السوريين في تركيا والأردن ولبنان، وكأن دول الاتحاد الأوروبي التي شاركت في العدوان على سوريا قد تحولت إلى مؤسسة خيرية. إن دول الاتحاد الأوروبي والجهات المشاركة في مؤتمر بروكسل الأخير تدرك تماما أن معاناة الشعب السوري في الداخل والخارج لا يمكن أن تتم من خلال دعم الجهات الخارجية التي تعرقل عودة اللاجئين إلى ديارهم، وإنما يجب أن تكون من خلال الدولة السورية ومن خلال رفع العقوبات الظالمة التي ازدادت قسوتها بعد أن تمت هزيمة الإرهاب واستعادة الدولة السورية سيطرتها على معظم أراضيها. وفي فقرة تويتر لليوم نتناول تغريدة تحت عنوان احذروا من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين. وفي تفاصيل تغريدتنا اليوم، نشر موقع فيرج تغريدة على تويتر أوضح فيها أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يرتبط بشكل كبير وسلبي بالصحة النفسية لدى المراهقين، ولا سيما خلال الفترة التي يقبلون فيها على اكتشاف الحياة والاعتماد على الذات في اتخاذ القرارات. وبحسب التغريدة، فإن تأثير الاستخدام المرتبط
المرتفع والمنخفض لمنصات التواصل بالنسبة للأشخاص ضمن الفئة العمرية ما بين 16 و21 عاما يعد متشابها من حيث ارتباطهما بمستوى متدن من الرضا عن حياتهم، باعتبار أن مرحلة المراهقة وقتا حافلا بالتغيرات المعرفية والبيولوجية والاجتماعية التي تتفاعل مع منصات التواصل الاجتماعي بطرق مثيرة للاهتمام. حفل زفاف في موقف للسيارات عنوان خبرنا لليوم في فقرة الصفحة الأخيرة، وجاء فيه مع موسيقى زفاف مسجلة مسبقا ومدعوين تم توزيعهم باعتماد مسافات تباعد ملائمة فيما بينهم وفستان أبيض مرفق بكمامة زرقاء. احتفل عروسان أجنبيان يعيشان الحجر المنزلي في شنغهاي بزفافهما في ظل تدابير مكافحة كورونا، ويعود قرار العروسين المنحدرين من أستراليا وبلجيكا بعدما فرضت مدينة شنغهاي حظرا على سكانها في مسعى لتطويق التفشي المتجدد للوباء في البلاد، لكنهما رفضا تأجيل زفافهما وعقدا أخيرا قرانهما في مراسم أديرت عن بعد في الولايات المتحدة بواسطة الفيديو. لاحقا نظم العروسان حفلة الزفاف في موقف سيارة مكان سكنهما، وقد كان محظوظين إذ علما قبل ساعات من موعد الزفاف أنهما مخولان الخروج من الشقة شرط البقاء داخل المجمع السكني. وقالت العروس جانيل: كنت أظن أني سأتزوج بملابس النوم، إلا أني حصلت في اللحظات الأخيرة على فستان الزفاف المرسل لي من صديقتي. وأضافت: حالما ارتديت الفستان تغير كل شيء، في الحقيقة لم نكن نتوقع أن يكون الأمر رومانسيا إلى هذا الحد. إلى ريشة رسامي الكاريكاتير. وبهذا نطوي أوراق الصحف الصادرة لليوم، إلى اللقاء.